افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي معرضا للسجاد المنزلي والذي تقيمه مؤسسة سندس في صالتها الكائنة في منطقة الحريقة في مدينة دمشق. السجاد الصوفي باعتباره الاحتياج الأول لإخوتنا المواطنين بموسم الشتاء، وزعناه على كافة مراكزنا بالمحافظات، ايضا المكيت والتشكيل اللي ذكرتها من المنتجات النسيجيه الاخرى موزعه بمراكزنا. حاليا سندس تعمل على اعاده الوجه النسيجي للمؤسسه لتعود ان شاء الله بقوه بمنتجات النسيجيه بكل مراكزها. معرض السجاد المنزلي يتميز بتشكيله واسعه من انواع السجاد، فضلا عن حصومات تشجيعيه واسعار منافسه ومخفضه عن الاسواق المحليه بنسبة تصل إلى 50%. السجاد الصوفي سعر المتر حاليا بالمؤسسة 7200 ليرة، بينما إذا قارناه بأسعار الأسواق اللي هي خيوط تركيبية بالأسواق لا يوجد سجاد صوفي بالأسواق. السجاد الصوفي محصور بمنافذ القطاع العام. الخيوط التركيبية اللي فيها الأكريليك والقطن وخيوط النايلون تبدأ من 9000 ل 16000 ليرة للمتر، بينما الصوفي 7200 ليرة وهو الأفضل. استمرار مؤسسة سندس بتقديم عروضها المناسبة لذوي الدخل المحدود في موسم المدارس وحاليا في موسم الشتاء يؤكد اهتمامها بتلبية حاجات المواطنين والمستلزمات الأساسية لحياتهم المعيشية بأسعار تنافس الأسواق. ميسو أرفلي، الأخبارية السورية، دمشق.